وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. اللهم إن هذا الميت المسجى أمامنا عبدك وابن عبديك نزل به وأنت خير منزول به وافتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وضاعف له، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنه واحشره مع من يتولاه من الأئمة الطاهرين، واخلف على أهله في الغابرين، وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين.